البداية مع العناوين. هدير بوسطة الثورة لم ولن يتوقف، وجولة المحبة والسلام تكمل طريقها من الرميل إلى صيدا باتجاه النبطي وصور. عائلة علاء أبو فخر استقبلت البوسطة في خلدي، وشقيق الشهيد يؤكد: نوعدكم نحن ننزل على صحة الشهداء اليوم نطلق صرخة شهيد. احتجاجات إيران تتوسع، ومواجهات في باريس مع السطورات الصفر. بيقولوا الواحد ما بيعرف شو مخبيله بكرة، بس مش أحسن إذا هو خبى لبكرة؟ بلش جمع ببرنامج سيف فيوتشر من الاعتماد اللبناني للتأمين وإعادة التأمين ابتداء من $20 بالشهر مخصومين مباشرة من حسابك المصرفي، وأمن لتقاعدك بالمستقبل. لبنان ينتفض. عهدير البوسطة لا صوت يعلو فوق صوت الثوار الأحرار، فالأمر لهم وللبنانهم الجديد الذي وحد الساحات المنتفضة وأزال كل الحواجز الطائفية والجدران المناطقية، فلا مربعات ولا مناطق محظور دخولها. في السياسة، بوسطة الاستشارات النيابية لتكليف رئيس الحكومة معطلة حتى إشعار آخر، لأن الظروف السياسية لم تنضج بعد. ثورة لبنان ماضية بزخم، وفي إيران بداية ثورة بعد زيادة البنزين بنسبة 50%، والتي أججت الغضب الشعبي من تردي الأوضاع المعيشية، فاشتعل الشارع في 53 مدينة إيرانية، ولم تخلو الأمور من مواجهات بالرصاص الحي وسقوط قتلى وجرحى. البداية إذن من لبنان، تأكيدا على رسالة المحبة والسلام وإسقاط كل الحواجز، أكملت بوسطة الثورة طريقها باتجاه النبطي وصور بعد توقف قصير وقصري في جدرة نتيجة انقسام الآراء بين المنتفضين في صيدا، وهذا الأمر دفع الجيش إلى الاستنفار ومنع منظمي رحلة البوسطة من إكمال طريقهم، إلا أن إصرار الثوار في نهاية المطاف سمح للبوسطة بمواصلة طريقها على مسؤولية من فيها. معنا مباشرة الزميلة رئيفة الملاح لنسألها عن مصير الرحلة، رحلة البوسطة، أين أصبحت البوسطة؟ هل وصلت إلى الأول رئيفة؟ نعم، البوسطة وصلت إلى منطقة الأول، والآن موجودة هي عند حاجز الجيش، عند أول نقطة، يعني من أنتوا زي من بيروت أول نقطة لحاجز الجيش عند الأول، هي متوقفة الآن هناك. كما علمت من مصادر أمنية في الجيش اللبناني بأن البوسطة ستقف عند ملعب صيدا البلدي فقط. هل سيسمح لها بالدخول إلى مدينة صيدا إلى قلب ساحة إيليا، أم ستكمل أو سيسمح لها إلى الجنوب؟ هذا السؤال هو برسم أكيد قيادة الجيش اللبناني. أنا كل اللي عرفته وتأكدت منه من مصادر موثوقة بالجيش اللبناني بأن البوسطة ستدخل إلى مدينة صيدا وتتوقف عند ملعب صيدا البلدي فقط. الآن البوسطة وصلت إلى حاجز الجيش اللبناني عند الجسر الأولي، إلى جانب هم يعني بالقرب من ملعب صيدا البلدي هناك مؤيدين وهناك معارضين. الجيش اللبناني يتخذ إجراءات أمنية مشددة جدا جدا أمام يعني الطرفين المؤيدين والمعارضين، ونحن بالجهة المقابلة يعني للشباب الحراك المؤيد والمعارض. المؤيدون يحملون الأعلام اللبنانية، المعترضون أكيد مش حاملين أعلام لبنانية، فهن كثير ممتعين من دخول
البوسطة إلى مدينة صيدا. نحن بانتظار السماح لها للدخول إلى ملعب صيدا البلدي، وهناك سيكون هناك تفاوض أكيد بين الجيش وبين الثوار، يعني أول الموجودين بقلب البوسطة، هل سيصرون على الدخول إلى مدينة صيدا، على قلب مدينة صيدا، هل سيسمح لهم عبر الأوتوستراد البحري بالدخول إلى الجنوب اللبناني؟ وكما علمت بأن البوسطة معها يعني الجبان من درجة، من منطقة درجة. هلا يعني هذه كل الأجواء هنا ريتا. الجيش اللبناني كما قلت لك يتخذ إجراءات أمنية مشددة جدا 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 جدا، وعامل مثل حاجز يعني بشري بين المؤيدين وبين المعارضين، وهناك عناصر بالقرب من الشبان المؤيدين وعناصر أيضا من الشبان المعارضين. هذه هي الأجواء هنا عند جزر الأولي. البوسطة متوقفة، ما بعرف ليه كان لازم يسمح لها بالدخول من شي ربع ساعة على ملعب صيدا البلدي، متوقفة عند أول حاجز للجيش اللبناني عند جزر الأولي شمال مدينة صيدا. نحن بالانتظار، وهناك أيضا كمان في جيش لبناني وقوى أمن داخلي موجودة واستقصاء وأمن الدولة. شكرا رئيفة. سأنتقل مباشرة إلى داخل البوسطة. معنا مباشرة الدكتورة منى فياض. دكتورة فياض، ليش رجعتوا وقفتوا على الأولي؟ لأن الحاجز الجيش قالنا نوقف على جنب مشان يعني كل الناس، لأنه معنا ورانا كثير سيارات، إنه حتى نكون مع بعضنا. ونزلوا هلأ يشوفوا شو المشكلة. بعتقد هي هذه يعني إنه عم يحاولوا يعرقلوا أو يأخروا، يعني في أطراف تنزل على الأرض بتقلهم إنه نحن مثلا تطلع إشاعة إنه في ناس معترضين إنكم تروحوا، مع إنه نحل المشكل، واللي معترض يعني هني فئة كانوا معترضين وانسحبوا، مش الحال. نوع من تأخير، بس اللي بالبوسطة مصرين يكملوا على النبطية وعلى الزور مهما تأخر الوقت. دكتورة فياض، يعني رح تدخلوا إلى داخل صيدا، عرفنا إنه سمح لكم فقط إلى ملعب صيدا البلدي. لا ناطريننا بساحة آلية اصلا، اجا ناس منهم استقبلونا وطلعوا معنا، وهلا عم يناقشوا مع يعني يعملوا مباحثات مع المنتج الموجودين. يعني عمليا فينا نقول انتوا رجعتوا وقفتوا على الاول نتيجة تقني. انا هيدا بعدهم كلهم تأخير تقني، تأخير لحتى يعني يمكن الناس بالبوسطة يرجعوا، أو يعني المحاولات ضغط. دكتورة فياض، باتصال سابق لألك مع إذاعتنا كنا عم نتواصل معك كل نهار، قلتي إنه سمح لألكن بالدخول على مسؤوليتكن، يعني وكأنه أوحيتي إنه ما في غطى من الجيش. ما أنا مش أوحيت، يعني هو هيك، هني هيك قالوا. بعتقد هذا نوع من تخويف لألنا، بس لا، ضل مواكبنا الجيش. الجيش مواكبكم. إذن يعني بدنا نقول الساعات المقبلة بدنا نشوف شو رح تتطور. أنتم مصرين كثوار إنكم تكفوا الرحلة. نحن ناس سلميين مسالمين، رايحين ندعم أهلنا من الجنوب. أنا من الجنوب، معي كمان أسير. دكتورة، مين بصراحتك مين اللي عم بيضغط؟ مين اللي عم بيضغط حتى ما تكفوا الرحلة؟ ما يعني أكيد الجهات اللي بيهمها ما نطلع على الجنوب. مين بده يكون؟ ما بقدر اسمي، ما بعرف يعني. انا مني مخول، ما مش متاكده. شكرا. يعني بينزل شباب بيقولوا لنا نحن بدنا نحميكم، وفي زهران وما زهران، ما يعني مش واضح مين، بس اكيد الجهات الفاعله بالجنوب. شكرا للدكتورة منى فياض. شكرا لك. بوسطة الثورة كرمت في طريقها الشهيد علاء ابو فخر في خلدي. تراز الخوري والتفاصيل. خلدي مدينة الثورة والشهادة استقبلت بوسطة الثورة بالورود والهتافات، وركابها وضعوا الأكاليل في موقع استشهاد علاء أبو فخر. أنا عندي ولدين أطفال، تركهم بالبيت، من سألين عليهم، بدوا الحليب بدوا الأكل، ما بدي، من سألين عليهم، لأنه أنا الأرضية ثورة كرة الأرضية هزتها، ما نهزوا لأنه نتمسيح. وكلنا متفقين أنه صار الفساد اليوم هو الواجهة اللي نحن بدنا نكسرها. عائلة الشهيد رفعت الصوت وأكد استكمال المسيرة وصرخت ألم من زوجة أبو فخر. عمر بطل مثل بيو، مثل ما ربيه بيو. عمر مش من هلأ بطل، عمر من عمره 5 سنين بطل، ما بحب الطفولة، عمر بحب الرجولة مثل بيو.
وبيو مش بس علم عمر على البطولة، علمني إلي على البطولة وعلى العنفوان وعلى الدعم وعلى كلكن علاء، وبدي منكن كلكن تكونوا علاء وكرمال دم علاء قدالكن بالصحة وأنا معكن. أما شقيقه فأكد مواصلة الثورة من أجل تحقيق المطالب. فعلينا مسؤوليات كتير كبيرة أكبر مني وأكبر من الكل، هي على مستوى الوطن بدها مساعدة الكل. الله يخلينا إياكم، أعطونا شوي بخصوصيتنا لترتيب مراسم هالمقتم، نخلص منها نخلص هالتعازي، نوفي الناس اللي وقفت معنا. ونحن بنوعدكم بأقرب فرصة، إذا اليوم كان معنا وقت بنوعدكم نحن ننزل على ساحة الشهداء اليوم نطلق صرخة شهيد. البوسطة لن تكل ولن تهدأ حتى استكمال المسيرة، فأكملت الطريق باتجاه الجنوب ولوح الركاب بالأيادي لثوار خلدي واعدين إياهم بفجر جديد. تراز الخوري، صوت لبنان. الذوق وجل الديب وبيروت أيضا استقبلوا بوسطة الثورة بحفاوة. مجد لنعيد. استكمالا لمسيرتهم المستمرة منذ ما يقارب الشهر متضامنين لتحقيق المطالب في بناء دولة، كانت لبوسطة الثورة التي ابتكرها عدد من الناشطين في الحراك جولة على كل ساحات الثورة، ومنها محطات في الذوق وجل الديب ووسط بيروت، يرافقها عدد من السيارات في محطاتها لترسم جسر المحبة والوحدة الوطنية وإزالة حواجز الطائفية وجدران المناطقية. وعلى هدير البوسطة كانت في الذوق رسالة محبة واستقبلت على وقع الزغاريد والأناشيد الثورية. وفي جل الديب كان المشهد مماثل واللافت أن عدد من الأمهات لبسنا الكفن. هيدا أروع مشهد شفته بحياتي، عن جد كنا إيد بإيد وعن جد رح نوصل للي بدنا إياه بإذن الله. مدام شو رمزية يلي لبستيون واللي عملتي؟ نحن مكفنين بالحياة من 35 سنة، بيخيطولنا بالكفن 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 إلى أن جهز الكفن. هلأ بيقولولنا نحن العمر تبعنا ممنوع تحكي، ممنوع تستنكر، ممنوع تستنفر، ممنوع تعمل أي شيء، يا للعرض. أهم شيء مقصود من هذا التحرك أنه نفرج عن جديد أنه نحن أول شيء شعب موحد، مش مظبوط ما بيقولوا. تاني شيء عم نفرج مرة جديدة أنه نحن نسلميين، نحن لا جايين نأذي ولا جايين نخرب ولا جايين نعمل شيء عاطل، نحن ناس موجوعين مقهورين مني وجر. انا عم فكر ودي ولادي برات البلد لانه ما عندي ثقه بالبلد. اليوم مع هيدي الثوره عم برجع استعيد ثقه انه لا، نحن شعب حي، نحن شعب موحد، نحن شعب بكل بساطه بدنا نعيش ببلد طبيعي بكرامه، يكون عندنا الامور الاساسيه الموجوده بكل بلد طبيعي. فاليوم عم نقول مره جديده نحن سلميين، نحن حضريين، نحن موحدين، وعم نودي هيدي الرساله للناس وللعالم كله وللمسؤولين. أكيد الممثل وسام حنا عبر عن فخره بابتكارات الثوار. مشهد بجنن بياخد العقل. نحن كنا كتير نخاف من البوسطة للصراحة لأنه بتذكرنا بقصص بشعة. اليوم مش معقول الثورة شو عم تخلق قصص إبداع وأفكار بتاخد العقل. وأهم شيء أهم شيء إنه نحن 18 طائفة عم نتوحد تحت اسم لبنان، وهيدا هو اللي نحن مبتغينا. نحن عم نأسس وطن لأنه كنا عايشين للأسف بزريبة. نحن هلأ عم نأسس وطن لبنان بكل طوائفه، عم يأسس للبنان الكرامة وهالشعب العنيد المصر إنه يضل بالشارع، لأنه نحن عارفين إنه هيدي السلطة ما رح تستسلم بسهولة، ولكن نحن أكيد أعند منها لأنه كرامتنا أحق. المحطة السابعة في رحلة البوسطة كانت في الأشرفية جسر الرينج وساحة الشهداء، حيث استقبلت أيضا بالأناشيد الوطنية وسط الأعلام اللبنانية، كما لم يغب قرع الطناجر عن استقبالها في وسط بيروت وبعض المناطق اللبنانية. مجد لنعيد، صوت لبنان. وكانت البوسطة قد انطلقت صباحا من عكار وتوقفت في البترون وجبيل. جوزفين أبي غصن. انتظروها فوصلت بوسطة الثورة إلى البترون ومسيرة سيارات وراءها، واستقبلوها باحتفالية رافعين الأعلام اللبنانية منشدين الأغاني الحماسية وعبروا عن تأثرهم. اليوم الحواجز اللي كانوا مركبين ومخوفين فيها وبعدهم لليوم بيهددونا بالحرب اللبنانية، أنه الحروب الطائفية اللي بدها تصير، هيدا أكبر دليل أنه في ناس رافضين كل شيء بيقولوه، كل شيء، كل المنطق اللي كانوا يحكوا فيه خلص. هيدا تعبير عن هالواقع،
واقع انه انا جاي من طرابلس نازل على سور، ما فرقاني معي شو بده يصير، بدي اعبر انه نحن بلبنان شعب واحد. اصطفلوا انتم، خليكم مذهبيين وطائفيين، قعدوا بمراكزكم، اتمسكوا بهالشيء، بس انتم لوحدكم ونحن لوحدنا. الشغله الوحيده اللبناني بده يروح محل ما بده، محل ما بده من الشمال لاخر الدنيا. انا هي الشغله الوحيده اللي صرت منيحه بهالثوره. لقاء ركاب بوسطة الثوره مع ثوار جبيل كان في الشارع الروماني عند مدخل المدينه، حيث نزلوا جميعا منها ومن السيارات ورقصوا وغنوا وقرعوا على الطناجر وقالوا: تحركات بلشت سلميه وبدنا اياها تضل سلميه، وحنضل هيدا الوجه الحلو للبنان، هو الوجه يلي فيه محبه وما في حقد وما في بغض، وهيدا جيل الشباب الجديد يلي ما بده يرجع على الحرب وما بده يرجع على الشيء اللي شفناه بهيدي الجمعه بلبنان. بعتقد اذا كفينا هيك بدهم يسمعوا، لانه كل شيء صار لهلا بسلميه هو هيدا الشيء، يعني السلميه اللي هزلن عروشهم كلهم، وبدهم يسمعوا هلا او بعدين، ونحن مكفيين للاخر وما حنستسلم حتى لو القصه اخذت وقت. وهيدا مثل ما كتير شباب صاروا قايلين، هيدا ماراثون منو سبرنت، يعني بده يكون نفسنا طويل وبده يكون مكفيين للاخر بعزم وحاطين الهدف قدامنا، واكيد بنوصل ان شاء الله. عدد كبير من ثوار جبيل انضم الى وفد البوسطه في مشوارها من اجل ربط بلدنا لبنان من شماله الى جنوبه. من جبيل والبترون، جوزيفين ابي غصن، اذاعه صوت لبنان. ساحة النور، ساحة الثورة في طرابلس استعادت رونقها وحلقاتها التثقيفية وصخب المسيرات الشبابية. من هناك مباشرة مع روع الرفاعي. من هم الفاعلون في ساحة الثورة؟ ساحة النور هم طلاب الجامعة اللبنانية والذين يعانون الأمرين، وأحدا لا ينسى كيف طال إضراب الأساتذة العام المنصرم، والطالب ينتظر أن يعود إلى جامعته، ومع كل القهر هو وقف إلى جانب أستاذه يدعمه في سبيل الحصول على حقوقه. اليوم الأساتذة يطالبون الطلاب بالعودة إلى مقاعدهم الدراسية، وعليه فإن يوم غد ستنظم رابطة طلاب الشمال محاضرة وحوار مفتوح بين الطلاب وبعض الأساتذة بعنوان الطالب بين الانتفاضة والتعليم، فماذا يقول الطلاب وماذا يتمنون من انتفاضتهم؟ نحن ربط الطلاب الشمال، نحن تجمع شبابي، هدفنا الأساسي هو إقرار مجانية وإلزامية التعليم. هلا هو مجاني للصف السادس وإلزامي، بس نحن بدنا نعمله إلزامي للبريفي ومجاني لحتى للجامعة، هذا هدفنا الأساسي. جامعة لبنانية؟ يعني لو في جامعة لبنانية محترمة تلبي كل التلاميذ، ما كانوا اضطروا يروحوا على الخاص. هيدي الثورة هي أملنا الوحيد لنرجع لبنان، هي أملنا الوحيد لحتى نرجع لحقوقنا، نرجع ناس طبيعية. نحن من حقنا الأموال المنهوبة تترجع للبنان وتروح بسبيل تطوير لبنان والاهتمام بالأشياء اللي بتنفع اقتصاد لبنان. الوضع الاقتصادي السيء ما ممكن يضغط عليكم ويطلعكم؟ يطلعنا من الشارع؟ لا، لأنه نحن صار عنا ضغوطات أكبر من اقتصادية، صار عنا ضغوطات اجتماعية. طلاب شباب تصميمهم صارخ، فنبقى في الساحات لحين تحقيق الأحلام، هي في الحقيقة حقوق كان من المفترض على الدولة تأمينها كواجبات. من طرابلس، روع الرفاعي، صوت لبنان. وفي اليوم 31 للثورة أقفلت بعض الطرق، ولاسيما أوتوستراد البالما وطريق القب العيروني في طرابلس، في حين بقيت سائر الطرق والأوتوسترادات مفتوحة. وفي البقاع أفيد عن فتح كل الطرق بناء لطلب من قيادة الجيش. ولمناسبة مرور شهر على الثورة وجهت الدعوات لملء الساحات غدا فيما سمي بأحد الشهداء. طاولة حوار المجتمع المدني دعت للإبقاء على نبض الثورة حية في الساحات وفتح الطرقات وعدم المواجهة مع الجيش ومحاصرة مقرات الرؤساء الثلاثة عند الاقتضاء. لبنان ينتفض. بعد إسقاط الشارع اسم الوزير السابق محمد الصفدي لتولي الحكومة العتيدة، بدت الاتصالات السياسية في استراحة قصرية لإعادة لملمة الأفكار بانتظار جولة جديدة من المشاورات بين بعبدة وبيت الوسط والخليلين. الرئيس فؤاد السنيور اعتبر أن الالتفاف على الاستشارات النيابية مخالف للدستور وفيه افتئات على صلاحيات الرئيس المكلف، مؤيدا تولي الرئيس سعد الحريري المسؤولية في هذا الظرف الاستثنائي. القيادي في تيار المستقبل مصطفى علوش رأى في حديث لبرنامج اليوم السابع من صوت لبنان أن
الذي زاد في حرق اسم الوزير السابق الصفدي هو الكلام المنسوب للوزير جبران باسيل. تركيبة الحكومة هي الأساس، تكون من وجوه غير موصومة بالتعصب الحزبي، أيضا ذات اختصاص جدي، وبالوقت ذاته ممكن أنه الواحد يعتمد علي على مختلف المسائل. لهيك ما بقى يفرق من يكون رئيس الحكومة، الأهم هي التركيبة. أنا توني فرنجي أعلن أثر اجتماع للتكتل الوطني أن التكتل لن يأخذ موقفا من تسمية الوزير السابق الصفدي لرئاسة الحكومة قبل أن تصبح الأمور مطروحة بشكل جدي. الإسراع في تشكيل حكومة بعيدة عن منطق الشخصانية والبطولات الوهمية التي مارسها البعض بالسابق وما زال مصر على ممارستها حتى هذه اللحظة. حكومة تحظى بثقة الناس والمجلس النيابي، حكومة تؤسس لدولة المؤسسات ولمؤسسات حقيقية بدءا بقضاء مستقل. نحن أي حكومة ترضي الناس وتنال ثقة المجلس النيابي، هذه حكومة معناتها فيها المواصفات الحد الأدنى. بدنا حكومة فيها ناس أوادم، ناس وجه بيوحي بالثقة للمواطنين. نحن اليوم حكومة تكنوقراط، ولكن كمان بيتميزوا بثقة وبنظافة كف وبيخلقوا ارتياح بالشارع اللبناني. بعد التدابير الأمنية، هل تفتح المصارف أبوابها؟ المواجهة بين السلطة والثورة إلى أين؟ وأي حكومة مطلوبة للمرحلة المقبلة؟ الجواب في كواليس الأحد مع نائب رئيس الكتائب الوزير السابق سليم الصايغ، وفي اتصال هاتفي مع رئيس تحرير صحيفة الجمهورية جورج سولاج. كواليس الأحد 9:30 صباحا مع الدكتور شرب المارون عبر صوت لبنان. في خطوة قد تمهد لإعادة فتح المصارف التي يواصل موظفوها إضرابهم المفتوح، تجاوبت قوى الأمن الداخلي مع مطلب توفير الحماية الكافية لهم، وقررت إطلاق دوريات أمنية للتجول باللباس المدني على المصارف كافة، مع تزويد جمعية المصارف بأرقام العمليات والمفارز لطلب المؤازرة عند الحاجة. رئيس نقابة موظفي المصارف جورج الحاج وصف الإجراءات الأمنية بأنها جيدة، ولفت إلى أن النقابة في انتظار اجتماع مع جمعية المصارف للبحث في نقاط عالقة على أن يتظهر قرار نقابة موظفي المصارف بشأن الإضراب ابتداء من مطلع الأسبوع المقبل. غدا انتخابات في نقابة محامي بيروت، والاستحقاق يشكل أول استطلاع لتحولات الشارع بعد الثورة. رنا ريشعيد. على وقع استمرار الانتفاضة الشعبية التي تكمل شهرها الأول، ينطلق استحقاق انتخابات نقابة المحامين في بيروت يوم الأحد الذي يأخذ هذا العام طابعا مفصليا. 6970 مرشحا سددوا اشتراكاتهم ويحق لهم الاقتراع، وقد بلغ عدد المرشحين لعضوية النقابة 20 مرشحا، سيتنافس 8 منهم للحصول على أكبر عدد من الأصوات التي تؤهله إلى معركة نقيب. وتجدر الإشارة إلى أن حزب الكتائب أوصى بدعم المرشحين المستقلين عزيز طربي ومرحم خلف لمنصب نقيب وسعد الدين الخطيب للعضوية. وفي حديث لصوت لبنان عن أهمية توقيت هذه الانتخابات ومسؤولية النقيب، قال النقيب السابق المحامي جورج ريج: أهمية نقابة المحامين أنها في تداول السلطة كالساعة السويسرية، وأهمية الثورة أنها منصرفة لبناء دولة وليس لإيصال مرشح. والنقيب المقبل برأيي سيحمل شاء أم لم يشأ مسؤوليتين، مسؤولية نقابية ومسؤولية إعادة النقابة إلى لعب دورها الوطني دون مسايرة سياسية لأي جهة كان. رئيس ندوة المحامين الديمقراطيين الاجتماعيين في حزب الكتائب موريس الجميل أكد أن النقيب المنتخب سيحمل راية الحرية ومكافحة الفساد. نحن على عكس السياسيين، ولا من أجل ولا من مدد ولا من خربت بقواعد اللعبة الديمقراطية. بطلب من كل المحامين اللي هم بيعرفوا دورهم الوطني والنقابي ينزلوا يختاروا اللي بينسبون. أنا بشجعهم على المرشحين الأستاذ عزيز طرابيد، الأستاذ ملحم خلف، والأستاذ سعد الدين الخطيب للعضوية. وأكيد في بعد محلين
للمرشحين اللي نحن كمان الفريق السياسي تبعنا بنعاون معهم، ونحن بنقول لهم ينزلوا صوتوا يعملوا واجباتهم. المرشح ملحم خلف لفت إلى أن مشروعه هو مشروع كل محامي بالنظر إلى المستقبل وإعادة الأمانة لرسالة المحاماة. أن رسالة أساسية نعطيها مش بس للمحامين، نعطيها من خلال المحامين لكل المواطنين، لكل الناس، لهود الناس الموجوعين يلي وقتها بيكونوا موجوعين بأرزاقهم بأموالهم بحياتهم بحرياتهم بيلجأوا إلى المحامي، هيدا المحامي يلي بيحمل هذه الأوجاع وبيحولها إلى حلول. أما المرشح عزيز طربي فقال إن مشروعه بالدرجة الأولى هو تأمين حضور النقابة حيث يجب أن تكون على الصعيدين الوطني والنقابي. على الصعيد الوطني لا يجوز لنقابة المحامين أن تكون في صفوف المتفرجين، هي اللاعب الأول في حراك الشعب وفي عمل السلطات. على الصعيد المهني النقابة هي الناظم لعمل المحامين اليومي، هي الركن الأساسي المتوجب عليها تأمين كرامة المحامين. أما عن تأثير أجواء الشارع على الانتخابات فقال المرشح سعد الدين الخطيب: انتخابات نقابة المحامين مختلفة وإلى خصوصيتها، طبعا تأثير الشارع حيكون، ولكن أنا ما شايفه تأثير كبير. أدل العلاقات الشخصية، تعاطي الزملاء مع بعضهم، كثير الزملاء بالمهني هي الأساس بالعمل النقابي. والمحضر انتخاباته ضمن الوقت اللي كان مسموح بالظروف الاستثنائية حيكون إن شاء الله من الفائزين. فإذا بين من هم حزبيين ومن هم مستقلين يبقى للساعات الأخيرة للانتخابات أن تكون حاسمة في تحديد هوية من سيحمل صفة نقيب المحامين. رنا ريش عيد، صوت لبنان. في اليوم الثاني للاحتجاجات الشعبية في إيران تنديدا بزيادة أسعار البنزين تصاعدت المواجهات لتشمل ما لا يقل عن 53 مدينة رفعت فيها شعارات تطالب بإسقاط النظام، وأفيد عن إحراق مركز لقوات الباسيج في طهران. وهتف الإيرانيون في خوزستان لا حماس ولا حزب الله، تأكيدا على رفضهم لتدخل حكومتهم في شؤون الدول الأخرى. وأفادت المعلومات عن حصول مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن واستخدام الرصاص الحي، ما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 4 قتلى وعشرات الجرحى. مستشار الرئيس الإيراني قال لوسائل إعلام مقربة من طهران إن إيران ليست العراق ولا لبنان. هذا وأورد الإعلام الرسمي الإيراني أن تظاهرات كبيرة خرجت في مدينة سيرجان في وسط البلاد، حيث هاجم أشخاص مستودعا للوقود في المدينة وحاولوا